السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتعلم نعمل مع بعض الوحدة الاسلامية. اتطلبت مني كتير جدا، واحنا طبعا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، فهنتعلمها مع بعض. تقدروا بقى ان انتوا تطبقوها وتوظفوها في اكتر من عمل في المكرمية، يعني بتدخل في حاجات كتيرة جدا. هي اتطلبت مني كتير وانا طبعا ما اقدرش اتأخر عليكم، فحبيت ان احنا نشرحها النهاردة بالتفصيل. كلها هنستخدم فيها العقدة المزدوجة، بس انا عايزاكم مش مجرد ان انتوا تطبقوا ورايا، عايزاكم تفهموا فكرتها بحيث تقدروا ان انتوا تغيروا المقاس براحتكم. بمجرد ما هتعرفوا طريقة الشغل هتقدروا تكبروا الحجم بتاعها وتوظفوها بقى في حاجات كتير. تقدري تعملي بيها معلقة، تقدري تدخليها مثلا في الفانوس، في اي شغل رمضان عموما. هي شكلها حلو جدا وكمان شغلها بسيط. هستخدم النهاردة خيط قطن سلسلة، وهنقص 8 فتلات، طول الفتلة 3 متر 3 متر، وهي مفرودة تمام قبل ما تتني على العصاية. وهنبدأ بقى مع بعض نسمي الله كده ونشوف الخطوات. الفكرة كلها بتاعت الوحدة الإسلامية احنا بنستخدم فيها اولا العقدة المزدوجة بس. هنعمل عقدة مربعة هنا، واحدة بس في النص، بس معظم شغلها بالعقدة المزدوجة. الطريقة كلها معتمدة على ان احنا بنرسم بالخيط بالعقدة المزدوجة. خلاص هندخل في الشغل على طول. اول حاجة انا معايا 8 فتلات زي ما قلت لكم، انا محتاجة الفتلتين اللي في النص بالظبط. يعني ادي اول واحدة مش هستخدمها دلوقتي، التانية، يمين وشمال، التالتة، الرابعة، دي هناخد الفتلتين اللي في النص بالظبط، شايفين؟ طيب في الاول عشان ما يحصلش اي لخبطة معاكم، الفتلتين اللي ناحية اليمين دول اللي هما فتلتين متعلقين على العصاية بيدوني 4 فتلات تحت كده، مش هستخدمهم في الاول، وبرضو من الناحية التانية مش هستخدمهم في الاول. دول اللي هعمل بيهم اللفات حوالين الوحدة نفسها. تابعوا معايا وتعرفوا كل حاجة بالتفصيل. انا هاخد الفتلتين اللي في النص بالظبط وهبدأ اعمل عقدة مزدوجة. طيب بعمل عقدة المزدوجة ازاي؟ بعمل لفة او حرف يو كده، وبجيب الخيط المتحرك من ورا الخيط الثابت مرتين. يعني دي كده اول مرة، تمام، هعمل اللفة التانية بالشكل ده. عملت كده اول عقدة مزدوجة. طيب احنا اتفقنا ان اول فتلتين يمين وشمال دول انا مش هستخدمهم دلوقتي، خلاص هبدأ اشتغل على اللي في النص. لما عملت العقدة المزدوجة بقى في خيط عندي متوجه ناحية اليمين وخيط متوجه ناحية الشمال، تمام. ولو عديته كده احنا خلاص مستبعدين دول دلوقتي. هتلاقي معاكي 1 2 3 ناحية اليمين و1 2 3 ناحية الشمال. انا عايزة ابدأ ان انا ارسم معين الاول، معين صغير كده، فهبدأ بقى هخلي ده خيط ثابت، هرسم بيه ان ده خيط ثابت، وهاخد الثلاث فتلات اللي تحت دول فتلات متحركة عشان ارسم عليه عقد مزدوجة. تابعوا معايا للاخر، هعرفكم كمان ازاي تكبروا المقاس بتاعها وتعملوها بأي عدد فتلات انتوا عايزينه. خلاص كده تمام، انا رسمت اول ضلع من العقد المزدوجة كده في المعين الصغير اللي هيبقى فوق. هي عبارة عن معين صغير وبعدين معين كبير وواحد صغير، وعلى الجنب كده في دوائر. خلاص هي رسمة يعتبر. هناخد بقى الفتلة اللي هي متوجهة ناحية اليمين عشان نبدأ نرسم الضلع التاني من المعين. يبقى الثلاث فتلات دول هعمل بيهم عقد مزدوجة على الخط ده، الخيط الثابت. كده عملنا اول ضلعين من المعين الصغير اللي هنعمله فوق. طيب المعين ده هيبقى 2 خط ثابت ماشيين ورا بعض كده، و2 خط ثابت ماشيين ورا بعض. هنعمل ايه؟ هتاخدي اول فتلة نازلة كده من ناحية اليمين بالشكل ده، هتخليها هي خيط ثابت علشان ترسمي بيها صف من العقد هنا كده كمان. يبقى هنعمل بالتلات فتلات دول عقد مزدوجة على الخيط الثابت. تمام كده بنات، هنعمل ايه؟
احنا معانا كده هنا باقي فتلتين وهنا تلاتة. هتاخدي اول فتله نازله من ناحيه الشمال عشان تخليها خيط ثابت بالشكل ده، وتعملي بالفتلتين دول عقد مزدوجه. بصوا كده احنا عملنا نص المعين الصغير اللي في الاول، مش هنعمل شغل جوه المعين ده، معين صغير خالص. لو بصيتوا دلوقتي هتلاقوا ان انتوا عندكم اتنين خيط ثابت ناحيه اليمين واتنين خيط ثابت ناحيه الشمال، وجوه المعين بالظبط كده في اربع فتلات. يعني لو قسمناهم كده هيبقى في اتنين هنا واتنين هنا. هنبدا بقى نقفل المعين اللي عندنا. انا زي ما قلت مفيش شغل جوه المعين، هتعملي ايه؟ بنشتغل اللي جوه الاول، وانت بتقفلي بتشتغلي اللي جوه الاول عشان الفتلات اللي تنزل تكملي بعدها، انما واحنا بنبدا بنشتغل اللي بره الاول وبعد كده اللي جوه. منطقي؟ خلاص تمام. يبقى انا هاخد الفتله الثابته اللي جوه، هبدا ان انا اوجهها كده عشان اقفل المعين بتاعي، ومعايا فتلتين اللي هما نص المعين هعمل بيهم عقد مزدوجه على الخيط الثابت. خلاص تمام. هعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هاخد الخيط الثابت الثاني وهبدا امشي وراه بالظبط كده. يعني ايه امشي وراه؟ يعني عايزه اعمل صفين ورا بعض كده بالشكل ده. خلاص يبقى هاخد معايا فتلتين هعمل بيهم عقد مزدوجه. وهقول لكم هنا على حاجه تخلوا بالكم منها وانتم شغالين. انا دلوقتي ممكن يقابلني فراغ مش عايزه اشد ايدي، ممكن ان انا اوزع العقد دي شويه بالشكل ده عشان خاطر القطعه تبقى مريحه معايا وستريت كده ما تلمش مني. ده بالظبط عكس اللي عملناه في الفانوس بتاع رمضان، فعايزاكم تركزوا، ولو ما شفتوش الفانوس روحوا شوفوه هيعجبكم قوي، وطريقه شغله سهله وجميله. تمام. انا عملت الناحيه دي، الفتلتين الثابتين معايا اهم، هعمل ايه؟ المفروض ان انا هبدا اقفل الناحيه الثانيه. وانا بقفل الناحيه الثانيه هاخد معايا الخيط الثابت ده عشان اقفل المعين على بعضه. انا عايزه اقفل معين صغنن كده على بعضه، هعمل ايه؟ هاخد اول فتله ثابته من هنا عشان اقفل بالشكل ده. زي ما قلنا هناخد معانا الخيطين الثابتين دول، بقى معايا كام فتله؟ اربع فتلات، واحد اتنين تلاته اربعه. هشتغل بالاربع فتلات دول على الخيط الثابت. خلاص كده بنات خلصت اول خيط ثابت معايا، هعمل ايه؟ هاخد الخيط الثابت الثاني اللي كان ناحيه بره وافضل امشي وراه. هيبقى معايا كام عقده؟ واحد اتنين تلاته اربعه، الاربع فتلات هيعملوا لي اربع عقد مزدوجين هنا. خلوا بالكم انا مش عايزه اضيق هنا قوي قوي العقد ورا بعضها، مفيش اي مشكله لو انا وزعت كده بايدي دول، بس تبقى استريت معايا وما تلمش مني وانا شغاله. خلاص هبدا بقى اكمل. شايفين كده احنا عملنا ايه؟ عملنا اول معين صغير. ركزوا جدا جدا، انا قلت ان انا مش عايزه اشد العقد على بعضها في المساحه دي، انما الصفين ما سيبش مسافه بينهم، ما سيبش فراغ بين الصفين العقد المزدوجه، لا انا العقد بس اللي في الدور التاني ده بحاول ان انا اوزعها كده بايدي عشان الشكل ما يلمش مني شويه. خلاص بس ده اللي انا عايزاكم تخلوا بالكم منه. المفروض كده دلوقتي ان احنا هنبدا نرسم المعين الاكبر، بس قبل ما نرسم المعين الاكبر في حاجه لازم نعملها. هنبدا بقى هتدخلي فتلتين من هنا وفتلتين من هنا، ليه؟ عشان نبدا نرسم اول دايره او اول كده شكل كده حوالين المعينات. طيب عشان ما تتلخبطوش خالص في حاجه، احنا نرسم المعين بالخيوط الثوابت اللي عندي، فماليش دعوه بالخيط الثابت ده والثابت ده، ماليش دعوه بيه خالص دلوقتي. انا معايا فتلتين نازلين اهم، هم دول اللي هشتغل بيهم مع الاثنين اللي انا جبتهم. خلاص كده هجيب الخيط ده، الخيطين دول فوق الخيط اللي انا ضفته. خلاص ركزوا معايا جدا في الجزئية دي. انا هرسم دايرة برضو، انا هرسم دايرة هنا كده، هعتبر ان دول خيطين ثابتين للدايرة اللي هعملها. هرسم دايرة ودي الخيط الخيوط الثوابت بتاعتها. هاخد اللي بره الاول ده خيط ثابت وهشتغل عليه الفتلتين دول بس، هعمل عقدتين مزدوجتين. تمام. هي الفكره كلها ان انا هرسم دايره عامله كده على المعين الكبير. خلاص انت لو حللتي الموديل بعينك اي بقى وحده شكلها اسلامي هتعرفي تعمليها لوحدك من غير اي مشكله خالص. كده عملنا العقدتين بتوعنا والخيط الثابت اهو. هعمل ايه؟ الخيط الثابت التاني اللي انا قلت عليه همشي
وراه بالظبط، يعني هعمل بالفتلتين دول كمان عقدتين. ركزوا معايا عشان اللي هنعمله يمين هنعمله شمال. خلاص خدوها قاعدة، لما باجي ارسم اي حاجة في النص الاول ببدأ باللي بره الاول وبعد كده اللي جوه عشان الفتلات اللي تنزل اشتغل. طب وانا بقفلها بقفل باللي جوه الاول عشان الفتلات اللي نازلة اشتغل بيها اللي بره. خلاص في اي حاجة، في اي معينات تبقى مثلا هترسمي معينات اتنين يبقى بتبدأي باللي بره وبعد كده اللي جوه، منطقي. وانت بتقفلي بتقفلي باللي جوه وبعد كده اللي بره. خلاص طيب، يبقى دلوقتي انا هبدأ اقفل الدايرة بتاعتي دي. انا ماليش دعوه بالخيوط الثوابت، خليكم مركزين جدا جدا، الخيوط الثوابت ماليش دعوه بيها، معايا الفتلتين اللي انا شغاله عليهم اللي انا جبتهم من فوق هنا. هبدا اقفل الدايره دي. طيب معايا الخيطين اهم الثابتين بتوع الدايره، هاخد الناحيه جوه اعمله كده، عايز ارسم الدايره بتاعتي كده. يبقى هاخد الفتلتين دول اشتغل على الخيط الثابت ده عقدتين اتنين مزدوجتين كمان. شايفين انا برسم ازاي؟ انا عايزاها دايره، انا برسم بايدي وموجهه الخيط كده. تمام كده، هعمل ايه؟ هاخد الفتله الثابته التانيه وامشي وراها بالشكل ده، وبرده زي ما قلتلكم حاولوا توزعوا العقد شويه، ما تضايقوهاش على بعضها قوي علشان القطعه بتاعتي تفضل شغلها كده مظبوط. ومعايا كام فتله؟ الفتلتين اللي خدتهم هنا وعماله بشتغل عليهم. شايفين كده انا عملت ايه؟ نفس اللي انا عملته الناحيه دي هعمله الناحيه التانيه بالظبط. تسيبي كل الفتلات، الخيطين الثابتين دول مش هستخدمهم دلوقتي، الخيطين الثابتين اللي جايين من هنا مش هستخدمهم دلوقتي. هبدا ان انا ادخل الفتلتين من بره اهو، ودي الخيوط الثوابت بتاعتها. ركزوا ان احنا بنرسم دايره، ناخد الخيط الثابت اللي عليه الدور. تمام كده يا بنات، هنعمل ايه؟ هنبدا نقفل بالشكل ده. يبقى هناخد الخيط الثابت اللي جوه، دايما كده تقعدي تتكلمي وانت شغاله عشان ما تتلخبطيش في حاجه. يبقى هاخد الخيط الثابت اللي جوه عشان اقفل على فتلتين اتنين بس، هعمل عقدتين مزدوجتين زي ما عملت هنا. يا بنات لو عجبكم الفيديو والشرح عايزاكم تعملوا لايك وتقولوا لي رايكم، وتقولوا لي لو حابين ننفذ اي حاجه تانية. انا اسمي احلام عاطف، صاحبه جروب خيوط مامة عمر. هسيب لكم لينك الفيسبوك ولينك الجروب في صندوق الوصف تحت الفيديو في التعليق المثبت. كمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم الحاجات الجديده اللي بنزلها. خلاص تمام، شايفين انا كده عملت ايه؟ رسمت دايره. هاخد الخيط الثابت التاني وهمشي ورا الاول بالشكل ده، ومعايا فتلتين اتنين بس، اللي عملته هنا بعمله هنا زي ما اتفقنا. مش عايزين يشد قوي، وزعوا بقى العقد بتاعتكم كده. شايفين كده احنا عملنا ايه؟ دول اللي هيبقوا عاملين كده دلوقتي، سهلين جدا ورسمناهم بسهولة. هنبدأ بقى في المعين الكبير بتاعنا. طيب انا معايا اتنين خيط ثابت اهم، بصوا رتبوا فتلاتكم. انا معايا ايه؟ اتنين خيط ثابت يمين واتنين خيط ثابت شمال، بتكلم على الخيوط الثابتة بتاعت المعين الاساسي. هبدا ان انا اشتغل، بشتغل طالما انا ببني او ببدا باللي بره الاول. ومعايا فتلتين هنا هعمل بيهم عقد مزدوجه بالشكل ده، وتقربي بقى الفتله. شايفه وانتي بتقربي الفتله الدايره عملت معاكي ايه؟ اترسمت حلو ازاي؟ هنا بقى بقربهم كده عشان تمسكلي الدايره وتلفها. الخيط التاني خلاص انا موجهه الخيط كده لان انا هرسم معين، فطبعا معين بيكبر وبعد كده بيصغر بالشكل اللي احنا عارفينه. طيب الخطوه اللي عليها الدور ايه؟ هاخد الخيط الثابت التاني، مش هما اتنين ماشيين ورا بعض؟ هاخد الخيط الثابت التاني واعمل بنفس الفتلتين، هاخد الخيط الثابت التاني واعمل بنفس الفتلتين عقد مزدوج. تمام كده خلاص،
هروح الناحية التانية الخطين الثابتين نفس الكلام، هعمل ايه؟ انا ماليش دعوة بالفتلتين دول دلوقتي، انا ليا دعوة باللي نازلين، انا مركزة مع اللي نازلين من الدايرة اهم. هبدأ ارسم المعاين بالخطين الثابتين بتوعي عادي جدا. خلاص ببدأ بايه؟ ببدأ باللي بره الاول زي ما اتعودنا. هتبدأوا بقى تعملوا عقد مزدوجة، ولما تضيقيها هترسم لك الدايرة. خليكم معايا الاخر وهقول لكم ازاي تكبروا مقاس وتعملوا اي مقاس انتوا عايزينه. الدور على ايه؟ الخيط الثابت التاني هيمشي ورا اول واحد بالشكل ده، ومعايا الفتلتين هعمل بيهم عقد مزدوجة. هنكمل بقى شغلنا. لازم كده تبقي مرتبه فتلاتك، انت الدايره عندك نازل منها فتلتين، عندك الخيط الثابت ده فتلتين، في جوه المعين اربع فتلات اهم، اتنين من ناحيه اليمين واتنين من ناحيه الشمال. بعد كده هيقابلك الخيطين الثابتين التانيين والخيطين اللي نازلين من الدايره. شايفين انت مرتبه الفتلات، فعارفه الدنيا راحوا منين وجاي فين، مفيش اي لخبطه ولا حاجه. دلوقتي المفروض ان احنا هنرسم دايره كمان. طيب يبقى الدايره الاولى دخلنا فيها فتله من هنا وفتله من هنا، الدايره الثانيه هندخل فيها فتله من هنا وفتله من هنا. خلاص كده الخطوات سهلة وبسيطة. طيب هنعمل ايه؟ نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت. انت عندك الفتلتين اهم هتجيبيهم تحت دول، يبقى دول هيبقوا الخيوط الثابتة. هنبدأ ان احنا نعمل دايرة كمان، دايرة كمان، وبنقفلها بالمعين زي ما احنا عملنا في دي بالظبط. هتاخدي الخيط الاول خيط ثابت وتعملي بالفتلتين دول عقد مزدوجة. هنرسم دايرة. عملنا العقدتين كده احنا حفظنا. المفروض الدور على ايه؟ على الخيط الثابت التاني اللي هيمشي وراه بالظبط كده. تمام. خلاص اشتغلنا، بقى معانا الخيطين الثابتين بتوع الدايره والخيطين اللي نازلين منها. هنبدا نقفل الدايره، يبقى هناخد الخيط اللي جوه زي ما عملنا هنا بالظبط. هنبدا ناخد الخيط الثابت اللي ناحيه جوه عشان نقفل بيه الدايره كده بالعقدتين دول. خلوا بالكم ان انا جوه الدايره مش بلزق دول في بعض، لا عادي بيبقى في مسافه كده بسيطه ما بينهم. تمام. يبقى عملنا ايه؟ عملنا بالخيط الثابت الاول الدور على الخيط الثابت الثاني زي ما انتم شايفين. انا ابتديت كده اوسع بين العقد بتاعتي، مش اوسع بين الصفوف، اوسع بين العقد نفسها، وهبدا اخد الخيط الثابت الثاني امشي وراه نفس الطريقه، ومعايا فتلتين يبقى هعمل عقدتين. مش بضيق على الاخر عندي كده. بصوا مش بضيق قوي 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 بين العقد، لا عادي ببقى سايبه شويه فراغات هنا كده. انا كده خلصت الدايره دي. نفس الخطوه اللي عملتها هنا هعملها الناحيه الثانيه، هجيب الفتلتين الجداد اجيبهم من تحت واجيب دول عشان يبقوا خيوط ثابته، وارسم دايره كمان زي دي كده بالظبط. ببدا من اللي بره وبعد كده اللي جوه. ايه؟ عملنا دايرتين يمين وشمال. هنكمل شغل المعين الكبير بتاعنا عادي. بنكمله ازاي؟ احنا معانا الخيوط الثابته اهي، نبقى دايما مركزين الخيوط الثابته اهي اللي هنشتغل بيها. خدت اول فتلتين نازلين من اول دايره وعملت بيهم عقد مزدوجه، يبقى هعمل ايه تاني دلوقتي؟ هاخد الفتلتين التانيين اللي نازلين من تاني دايره وهعمل برده عقد مزدوجه اكمل الرسم المعين بتاعي. هاخد اللي بره الاول، هنا بقى بعمل ايه؟ بضم العقد على بعضها عشان تكون لي الدايره.
الناحية التانية الخيطين الثابتين اهو، هكمل الرسم بالفتلتين اللي نازلين من الدايرة بتاعتي. باخد اللي بره الاول، اعمل عقدتين مزدوجتين بالفتلتين دول، وبعد كده اخد اللي بعد كده اللي ماشي وراه. احنا كده خلصنا نص الوحده الاول، المفروض ان الجزء الثاني هو تكرار لده بالظبط بس مقلوب. يعني بنبدا بالدايرتين دول، وبعد كده الدايرتين الصغيرين، وبعد كده نقفل بقى بمعين صغنن هنا كده في الاخر. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الفتلات اللي جوه المعين دي كلها، هم المفروض 8 فتلات، 4 لان انا دخلت فتلتين هنا وبعدين فتلتين هنا، فبقوا 4 معايا. ونفس الكلام هعمل ايه؟ هاخد الفتله اللي على الطرف فيهم، ماليش دعوه بالخيوط، ماليش دعوه بالخيوط الثابته، بتكلم على اللي جوه المعين بس. هتاخدي الفتلات اللي على الطرف عشان تعملي عقده مربعه، تمام اتفقنا؟ ترتبي كده الفتلات. ما ترفعيش بقى العقدة المربعة عن نص المعين كده علشان خاطر تبقى في النص بالظبط ما نيجي نقفل. الخطوة دي هنبدأ نقفل المعين، ومحتاجين نعمل برضو دواير، هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. طيب انا دلوقتي عندي خيطين ثابتين هنا وخيطين ثابتين هنا، وفي الفتلات اللي نازلة من الدواير الفتلتين دول. هعمل ايه؟ هتاخدي فتلتين وتعملي عقدتين مزدوجتين هنا، تمام؟ هناخد الخيط اللي جوه بقى هنا المره دي. انا عايزه بقى اقفل دلوقتي، فهوجهه بالشكل ده، وهبدا اخد فتلتين اتنين، اول فتلتين اتنين بس، واعمل عقده طيب ده الخيط الثابت اللي جوه. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل بالخيط الثابت اللي بره على نفس الفتلتين. فتلتين وفتلتين هنعمل ايه؟ هنعمل دايره كمان. خلاص دول الخيطين الثابتين ودول الخيطين المتحركين، نفس الخطوات اللي عملناها هنا هنكررها هنا. هناخد اللي بره الاول، ومعايا فتلتين اهو، هعمل عقد مزدوجه. انا عايزه ارسم دايره، عايزه ابدا كده ارسم دايره. خلاص اوكي. طالما انا ببدا يبقى ببدا باللي بره الاول وبعدين باللي جوه ده. خلاص هاخد الخيط اللي بعده اللي بيمشي وراه عشان خاطر ارسم الدايره بتاعتي. تمام. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ المفروض ان انا هقفل الدايره بتاعتي بالشكل ده. طول ما انت عارفه ايه الخطوات اللي المفروض ان انت تعمليها، هتلاقي الشغل سهل جدا. على الفتلتين دول انا على طول اي دايره بعملها بتبقى في فتلتين ببدا بيهم، وهم هم الفتلتين بقفل بيهم. خلاص يبقى معايا فتلتين اهم، هشتغل على ده خيط ثابت، هرسم كده الدايره بتاعتي. بعد كده الخيط الثابت هيمشي وراه الخيط الثابت اللي بره. خلاص كده المفروض نفس الخطوه دي بالظبط اكررها الناحيه الثانيه. طيب يبقى هبدا ان انا اقفل المعين الناحيه الثانيه بفتلتين عشان اطلع فتلتين بره اعمل بيهم دايره. خدت اول فتلتين وبقفل المعين بتاعي، واركز جدا جدا في اتجاه الخيط الثابت. انا ابتديت اقفل، ادي اول فتله، ادي تاني فتله. بعد كده هاخد الخيط الثابت الثاني، هنعمل دايرة تانية. عملنا دايره يمين ودايره شمال. فاكرين هنا لما كنا بندخل فتلتين في كل دايره؟ هنا بقى الفتلتين دول انا مش هستخدمهم تاني، والفتلتين دول انا مش هستخدمهم تاني معايا في الشغل خلاص. تمام. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اقفل المعين بتاعي وهكمل قفله عادي جدا. خلاص لو بصيتوا جوه المعين هتلاقوا ان باقي 4 فتلات، فانت هتقسميهم بقى كده، هتاخدي فتلتين تكملي قفل المعين بتاعك عادي. خلاص. طيب اخد الخيط اللي جوه الاول طالما انا بقفل،
وهعمل عقدتين مزدوجتين بالفتلتين اللي عندي كده بالشكل ده. هاخد الخيط الثابت اللي بعده اللي بيمشي وراه، كمل. انا بقفل المعين بتاعي، خلاص بص جوه المعين باقي فتلتين اتنين بس، ومعايا الخيطين الثابتين دول اللي هقفل بيهم. طيب انا دلوقتي هقفل معايا بس الفتلتين اتنين هنا. طيب وانا بقفل شايفين الخيوط الثابته دي هي اللي مكمله معايا، ما اتقطعتش، ده اتقطع انما ده مكمل، يبقى ده هقفل بيه كمان الفتلات الثابته كلها. يبقى هشتغل على الاربعه دول، هاخد اللي جوه الاول وابدا اشتغل بالاربعه، اربع عقد مزدوجه عشان خاطر اقفل المعين الكبير بتاعي. هاخد معايا الخيطين الثابتين بقى، خلاص كده اول خيط ثابت انا خلصته. هاخد اللي بيمشي وراه اللي ماشي وراه على طول الخيط الثابت الثاني، واشتغل على الاربع فتلات دول عقد مزدوجه. تمام كده بنات، هنعمل ايه؟ فاضل لنا ان احنا نعمل دايرتين كمان، احنا عندنا اتنين يبقى هنا في اتنين، وعندنا معين صغير يبقى لسه فاضل لنا معين صغير. طيب خيوط الثابته اتفقنا ملناش دعوه بيها واحنا بنعمل الدواير. طيب يبقى خلاص انا معايا الفتلتين اللي نازلين من الدايره هنا وفتلتين كمان هنا، دول هيبقوا الخيوط الثابته عشان ارسم دايره كمان. خلاص هاخد اللي بره ده الاول وبعد كده اللي جوه، واعمل ايه؟ هرسم دايره كمان، هضيق هنا كده عشان يرسم لي الدايره. ده كده اول خيط ثابت، هناخد الخيط الثابت اللي بعده اللي بنرسم بيه الدايره. تمام بعد كده المفروض ان انا هعمل ايه؟ هقفل الدايره بتاعتي. خلاص الموضوع سهل وبسيط جدا، انا معايا فتلتين طلعت بيهم، هنزل اقفل الدايره بتاعتي. خلاص كده الخيط الثابت ماليش دعوه بيه دلوقتي، انا برسم الدوائر اللي بره. يبقى هعمل كده، كده يبقى منطقي هاخد الخيط اللي جوه الاول، طالما انا بقفل بشتغل باللي جوه الاول. تمام طيب بعد كده في ايه اللي عندي؟ ان انا اخد الخيط الثابت اللي بيمشي وراه التاني اهو بالفتلتين برضو اللي معايا، ما ضيقش قوي، بوسع هنا عشان خاطر ما ضيقش قوي عشان العقده بتاعتي ما تبقاش قبه كده، لا تبقى مفروده. احاول اوسع العقد نفسها اللي قبلها واللي بعدها. خلاص اوكي خلاص تمام كده. طيب الخيطين دول انا مش هستخدمهم تاني، انا دخلت اتنين في اتنين يبقى خرجت اتنين في اتنين. طب بالظبط هكررها الناحية التانية، الفتلتين بتوع نص الدايرة دول سيبوهم دلوقتي، الخيط الثابت ماليش دعوة بيه، الخيط الثابت التاني اللي هما الفتلتين الثابتين التانيين ماليش دعوة بيهم. يبقى انا معايا الفتلتين دول والفتلتين اللي نازلة من الدايرة دي، دول الخيط الثابت عشان ارسم دايرة كمان. الخطوات واضحة جدا، لو ركزتي في الرسمة وحللتيها بعينك لأي وحدة من وحدات الإسلامية هتلاقيها سهلة جدا وتنفيذها بسيط جدا، ومش هتحتاجي فيديو بعد كده ان انت تنفذيها، انت بس مجرد ما هتحللي الموديل بعينك هتعرفي تعمليه لوحدك. ده اول خيط ثابت، هاخد التاني اللي بعده اللي بيمشي وراه، واعمل عقدتين مزدوجتين برضو. بعد كده هعمل ايه؟ معايا الخيطين الثابتين بتوع الدايره، هقفل الدايره بتاعتي. تمام يا رب يكون الشرح واضح، استنى رايكم ضروري وتقولوا لي عايزين نعمل بقيه اشكال العقد الاسلاميه ان شاء الله نعملها، بس يعني لو انتوا برضو عايزينها اصل اول خيط ثابت في الدايره هياخد التاني اللي ماشي وراه اهو. مش بضيق قوي. قوي خلاص الخيطين دول مش هستخدمهم تاني، دخلت اتنين في اتنين وخرجت اتنين في اتنين، اتفقنا خلاص. بقى يعتبر قربنا نخلص، احنا خلاص الاربع فتلات اليمين دول والشمال دول مش هنستخدمهم، بسيط جدا معايا خيطين ثابتين اهو اللي هو ده وخيطين ثابتين هنا، المفروض ان انا هقفل المعين الصغير بس طريقه قفلته فيها حاجه مختلفه بسيطه عن فوق، ركزوا معايا فيها.
اهو انا معايا خطين ثابتين هبدا اشتغل بيهم، وهنا خطين ثابتين هبدا اشتغل بيهم. طيب هبدا اشتغل بدول ولا بدول؟ هبدا اشتغل باللي هو بيتقطع الاول، هياخد اللي بره اهو بالشكل ده، وابدا اعمل عقد المزدوجه بتاعتي عقدتين لان معايا فتلتين، وضيقوا بقى كده، ولو لقيتوها بتفك اسندوها بايديكم. تمام، شايفيني انا دايما بريح العقد كده بايدي عشان تفضل الوحده معايا يعني ستريت كده، تفضل الوحده مرتاحه مفيش جزء فيها يطلع فوق. خلاص، طيب بعد كده هاخد الخيط الثابت التاني امشي وراه بالظبط بالفتله. كده خلصنا نص المعين الصغير، هنعمل ايه؟ الخيطين الثابتين دول هنشتغل بيهم على الفتلتين دول. خلاص، هناخد اللي بره الاول ونبدا نوجه الخيط كده ونرسم عقد مزدوجه. انا بجد بحب الشكل قوي ده قوي قوي، وان الله نوظفه في شغل رمضان معانا، بس عايزاكم تتدربوا عليه الاول وتبعتولي التطبيقات. تمام، هاخد الخيط الثابت التاني اللي ماشي وراه واعمل عقدتين مزدوجتين اهو. كده عملنا نص المعاين الصغير، واتفقنا ان المعاين الصغير ما فيهوش شغل جوه، هنبدا نقفله. الاختلاف هنا بقى في التقفيل، هنعمل ايه؟ هتاخدي، بنبدا بالمتقطع ده، هتاخدي الناحيه اليمين ده الاول وتعملي بالعقدتين. انت هتقسمي الفتلات هيبقوا 2 و2، هتعملي عقدتين مزدوجتين كده في التقفيل. هنا مش هنقفل الناحيتين ورا بعض، هتقفلي مره يمين مره شمال. شوفوها معايا، تمام يا بنات قفلت. هعمل ايه بعد كده؟ طول ما انا كنت شغاله كنت بجيب اللي بيمشي وراه، لا هنا هتجيبي اللي الناحيه الثانيه من جوه، وهتعملي على الفتلتين اللي جوه المعين والخيط الثابت كمان عشان انا محتاجه اقفل بقى. تمام، يبقى معايا ثلاث فتلات هتعملي بيهم ثلاث عقد مزدوجين. ده الخيط الثابت انا شغاله عليه اهو، عملت بيه عقده مزدوجه. كده اشتغلت اول واحده من جوه واول واحده من جوه، هاخد اللي كان بيمشي وراها ده وارسم بيه كده. طب هرسم بيه ايه؟ واحد اتنين تلاته، تلات عقد مزدوجين. خلاص تمام، فاضل اخر خيط ثابت معايا الناحيه دي اللي هقفل بيه شغلي كده، وتبقى الوحده الاسلاميه بتاعتي اتعملت. هشتغل كام خيط؟ واحد اتنين تلاته اربعه اهو، عشان هاخد الخيط الثابت ده معايا. زي ما قلتلكوا لما باجي هنا في الادوار التانيه ما بضيقش قوي، لو ضيقته هتلاقوا العقده قبت كده منكم وما بقتش مظبوطه يعني. بعتذر لو طولت عليكم شويه، بس كنت حابه ان انا اشرحها بالتفصيل كلها كلها. طيب لو انا محتاجه اكبر العقده بتاعتي اعملها بحجم اكبر، اعملها بحجم اكبر بقى هعمل ايه؟ ممكن بدل ما تبداي بثمان فتلات تبداي لا باكبر، يعني تبداي مثلا ب 10، تبداي ب 12. تمام، ممكن ان انت تكبري المعين ده. انا خدت في المعين ده بالظبط الكام فتله اللي في النص اللي هم 1 2 3 4 الاربعه اللي في النص، لا ممكن ابدا ده بسته اكبره حجما. طيب ممكن ان انا لما اكبر ده ابدا ان انا ازود، ادخل بدل ما الدايره بتتعمل بفتلتين اتنين لا اعملها بثلاثه فيكبر حجمها. فانت هتبداي اول ما هتيجي عايزه تكبري المعين ممكن تثبتي جدا، ممكن تثبتي الدوائر ما فيهاش اي مشكله، وتبداي ان انت تزودي هنا فتلتين كمان، فتله يمين وفتله شمال، فده هيطلع معاكي اكبر وده هيطلع معاكي اكبر، وبالتالي حجمها هيكبر معاكي. طيب يبقى احنا لما نيجي نزود هنزود عدد زوجي، وتبداي ان انت هتعملي نفس الشغل، وبرده هتعدي ان انت هتسيبي اربع فتلات من هنا، واحد اللي هم اربع فتلات تحت يعني فتلتين على العصايه من هنا واربعه من هنا، وتبداي ان انت الشغل اللي عندك جوه ده. خلاص انا مثلا بقى معايا 10 فتلات، يبقى هعمل المعين الصغير ده بال 10 فتلات، لان الصغير والكبير بنفس العدد بالظبط. الفكره كلها في الزيادات دي بتيجي من الخيوط اللي انا سايباها. خلاص اتفقنا، يبقى ابدا باي عدد كان اكبر ده براحتي، لما اكبر ده ده وده هيكبروا تلقائي لان انا ببدا بالعدد اللي في النص وازود بقى الفتلات بتاعتي. والله انا محتاجه الدايره اكبر شويه
ممكن ازود فتله كمان واخلي الدايره اكبر شويه، يبقى مثلا بدل ما ادخل فتلتين لا ادخل اعلق واحده كمان معاهم، هتديني اتنين هنا، ادخل ثلاثه في ثلاثه عادي جدا. بس اهم حاجه قبل ما تبداي شغل تبقي حاسبه انت هتعملي ايه، حاسبه اطوالك صح، حاسبه عدد الفتلات، متخيله كده الشغل، هتلاقي نفسك بتعمليه بمنتهى السهوله. في الاول ابداوا بتزويد، لو انتم محتاجين تكبروه ابداوا بتزويد المعين ده، وبدل ما تبداوا مثلا باربعه في النص لا ممكن تخلوه سته او ثمانيه عشان خاطر يناسب معاكم حجم مشاريع اكبر. وان شاء الله لما نيجي نعمل المعلقه بتاعه رمضان هنفذه بحجم اكبر شويه معاكم عشان برضو تشوفوا طريقة التزويد بوضوح اكتر. خلاص انتظروا بقى اشكال تانية من الوحدة الاسلامية عشان خاطر هنوظفها في شغلنا ان شاء الله الفترة الجاية. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك واعملوا لي شير وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. لو طبعا الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.